اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك، الخير كله لك، نشكرك ولا نكفرك. اللهم إياك نصلي ولك نسجد، نحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ولذة نظر إلى وجهك الكريم ومرافقة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها غائبنا وتزكي بها أعمالنا وترد بها ألفتنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم إننا صائمون قائمون راكعون لك ساجدون لك. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا. اللهم إننا وقفنا ببابك فلا تطردنا من رحمتك، فلا تطردنا من مغفرتك، فلا تطردنا بعفوك، فلا تطردنا برضوانك. اللهم إننا عبيدك وأنت ربنا وأنت ربنا وأنت ربنا، رقابنا بيديك، عمرنا بيديك، أعمارنا بيديك، أعمالنا بيديك، أجسادنا بيديك، قلوبنا بيديك. اللهم اصرفها عن المعاصي واجعلها في طاعتك. اللهم اجعلها في طاعتك. اللهم تقبل منا يا ربنا يا ربنا، إننا نتلو كتابك، إننا نتلو كتابك، فاحفظنا به وأعزنا به وقونا به واشفنا به. اللهم احفظنا بالقرآن، اللهم احفظنا بالقرآن، وانصرنا بالقرآن، واعزنا بالقرآن، واشفنا بالقرآن. اللهم اشف أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن. اللهم انصر أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ألف بين قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. اللهم ارحم آباءنا وأجدادنا. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله.